نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة مباركة، عدنا لكم مرة أخرى. وقد توقفنا في الحلقة الماضية عن كتابة الوثيقة أو وثيقة الصلح التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش. ولما انتهت كتابة الوثيقة وتم الصلح وسار الصلح ساري المفعول، ما زالت الوثيقة لم يجف حبرها حتى جاء أبو جندل. أبو جندل إخواني هذا ابن السفير سهيل بن عمرو، أبو جندل ابن السفير ابن عمرو، يرسف في الحديد هاربا من المشركين. هذا أبو جندل هرب من المشركين وهو يريد الإسلام ويريد حلف رسول الله، فقام إليه أبوه فضربه في وجهه وقال: يا محمد قد تمت القضية بيني وبينك قبل أن يجيء هذا. شوفوا إخواني، قبل اتفقنا قبل أن يأتي هذا، يعني ابنه، سبحان الله، بمعنى أنه إن جاء أحد من المشركين فارا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد أهله وليس راضين، يجب أن يرجع إلى قريش قهرا. ولذلك ذكره قال: الوثيقة يعني كتبناها للتو، فلا بد أن ترجعه. قال: صدقت. فجعل ينتهره ويجرد ويجره ليرده إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين كي يفتنوني في ديني. فاغتم لذلك المسلمون وكربوا وزاده أسى وحزنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب، إن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا عقدنا بيننا وبينهم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله ألا نغدر بهم. نعم، فقال له: اصبر، نحن اتفقنا وأعطينا عهدا على ذلك. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المصالحة، وكان من بنود وثيقة الصلح أن يعود محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة على أن يعتمروا في العام القادم، يعني هذه السنة لا يدخلها، قررت قريش. من هنا أمر الناس بالتحلل من الإحرام ليعودوا إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تحللوا، نحن لن نعتمر. فكبر عليهم ذلك ولم يفعلوا، فدخل على أم سلمة فقالت له: انحر هديك وتحلل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرتهم فلم يأتمروا، فقالت: يا رسول الله انحر هديك أنت حتى يروك تحللت وسيفعلوا، فسوف يفعلون ما تفعل. وكانت رضي الله عنها سديدة الرأي، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وتحلل من إحرامه، فما إن رآه أصحابه حتى فعلوا، فحلق بعضهم وقصر بعضهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. وفي الرابع قال: والمقصرين. ويسألونه قائلين: لما ظهرت الترحيم للمحلقين، أي قويته دون المقصرين؟ قال: لم يشكوا. الله، صلى الله على رسول الله. قال: لأنه ضعف لهم الدعاء، لأن هؤلاء لم يشكوا، رأوا رسول الله تحلل حلق حلقوا، الآخرون عندهم شك، ربما ندخل ربما لا ندخل، يعني كان عندهم شك أنه ممكن يعتمروا، فقال: هؤلاء لم يشكوا أنه انتهى الأمر، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلل خلاص. وقفل النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة مع أصحابه، وأثناء مسيره نزلت عليه سورة الفتح.
قول الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقد اشتملت على جل أحداث غزوة الحديبية مما تم فيها وما لحق بها من فتح خيبر وفوز المؤمنين بغنائم خيبر والبشارة بعمرة القضاء وتمامها على الوجه الأكمل بعد عام واحد من تلك الأيام. وبذلك صدق الله رسوله رؤياه المبشر له وللمؤمنين بدخولهم مكة آمنين غير خائفين. الله تعالى يقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ومن آثار المصالحة إخواني أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قد هاجرت إلى المدينة بعد عقد الهدنة بأيام هاربة من دار الكفر إلى دار الإسلام، فلحقها أخواها عمارة والوليد يطالبان بها بموجب عقد الهدنة. ولما كانت نصوص الهدنة تتعلق بالرجال دون النساء لأن النساء لا يحاربن، أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها إليهما. وأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا في قوله تبارك وتعالى من سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. من أثار المصالحة أيضا كذلك أن أبا بصير هرب من مكة، فبعثت قريش في طلبه رجلين، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم به فأعطاهما إياه بموجب بنود الاتفاقية، وقال له: يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح لنا في ديننا الغدر. الله أكبر، لا يصلح لنا هؤلاء الذين يبنون أفكارا وتخطيطات وأساليب خبيثة فيها غدر باسم الإسلام، الإسلام بريء منهم الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم بموجب المعاهدة يقول: ديننا لا يقبل الغدر، يقبل المواجهة والحقيقة وتقبل الأقدار، لكن الغدر لا. وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. فانطلق إلى قومه فقال: يا رسول الله، أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فقال: يا أبا بصير، انطلق إلى قومك. فانطلق أبو بصير مع الرجلين حتى نزلوا ذي الحليفة للاستراحة، فنظر أبو بصير إلى سيف المشرك وقال له: أتأذن لي أن أنظر إليه؟ قال: نعم. فأخذه واستله من قرابه ثم ضرب به المشرك فقتله. وهرب الثاني فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالحادث، وجاء أبو بصير متوحشا بالسيف وقال: يا رسول الله، وفت ذمتك وأدى الله عنك، أسلمتني بيد القوم وأدى الله عنك، وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه أو يبعث بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال، ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. وهذا فيه إشارة فهمها أبو بصير، هذا مسعر حرب لو كان معه رجال. ثم خرج أبو بصير فارا حتى أتى العيص من ساحل البحر طريق قوافي القريش إلى الشام، وسمع به آخرون من مكة فهاجروا إليه، فكانوا بذلك جيشا مسلما، وأذاقوا قريشا الأمرين بأخذ قوافلهم وقتل رجالهم. فما كان إلا أن كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون إليه ويسألونه بالرحم، إلا آواهم وردهم إليه، فآواهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وردهم إليه إلى المدينة. وهذا من الفرج والمخرج الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير وأبا جندل قبله، فكان ولله الحمد كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، إن لهذه المقطوعة إخوة الإيمان نتائج عظيمة جدا، وهي: أولا، حرمة البيت الحرام ووجوب تعظيمه ووجوب الاعتمار، فالعمرة واجبة على كل قادر ولو مر في العمر.
وبيان العزم المحمدي الذي لا يهم المتجلي في قوله: والله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. ثم كلمة التوبة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله لأصحابه: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. فيجب على المؤمن أن يكررها عبرة عجيمة، هذا الذي نستفيده عندما يشتد الهم والغم ويشتد الضيق، قل استغفر الله العظيم وأتوب إليه. ثم كذلك نستفيد آية من آيات نبوة محمدية المتجلية في جيشان الماء في البئر التي أدخل فيها سهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان الواد قافر ليس فيه ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهم وقال له فغرسه فصار ماء بإذن الله. ثم بيان مدى إجلال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الذي أدهش سفير المشركين عروة ابن مسعود، فحذر لذلك قريشا وقال: رو رأيكم، أنا قلت لكم الذي رأيت، إن الرجل لن يسلموه لكم حتى يقتلوا جميعا دونه. لذلك خوف قريش بهذا الكلام، ولذلك أرسلوا مباشرة من يصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع على بيعة الرضوان من أجل أن لا يفر أحد، ولا مسألة فيها حزم. نعم. ثم تجلي الكمال المحمدي في عفوه على الأربعين مجرما الذي ألقي القبض عليهم حول المعسكر وهم يرمونه بالحجارة والنبل أيضا، وهو موقف مشرف كان له أثر طيب في اتفاقية الهدنة المباركة، وبيان فضيلة عثمان في كونه لم يرضى أن يطوف بالبيت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيعة الرسول له وهو غائب، هذا يعني شرف لهذا الصحابي الجليل. ثم بيان فضل أهل بيعة الرضوان إذ هم في الدرجة الثانية بعد أهل بدر، حيث قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فإذا رضي الله عنهم فليسخط من يشاء، حتى ولو تسخط آسيا كلها وليست فقط دولة، إيه أن الله رضي عنهم، الحمد لله. لقد رضي الله عن المؤمنين 1400 لهؤلاء الذين يقولون أن هؤلاء ارتدوا، كيف يرضى الله عن الذين سيرتدون وهو علام الغيوب؟ سبحان الله. بيان فضل عمر بن الخطاب المتجلي في توبته الطويلة الطويلة الأمد من أجل كلماته التي قال وهي حق، إلا أنها استبغت بصبغة الشبهة المعارضة في قضية عامة، لأن قضيته هي حق لكن تبين يعني اشتبه فيها على أنها كانت شبه معارضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الحكمة أن يتنازل المرء عن أشياء لا تضر بأصل قضيته لتحقيق أشياء أعظم منها، وهذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في هذه السنة كان 1400 تحت الشجرة، وبعد يعني أيام قليلة سنة أو أكثر، يعني في سنة الفتح دخل عدد المسلمين 10,000. انظروا كم تضاعف العدد إخوة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم حقق هدفا أعظم مما قد تنازل عنه صلى الله عليه وسلم. فضل علي رضي الله عنه في كتابة الوثيقة وعدم اعتراضه على ما اعترض عليه فيها غيره من الأصحاب، ووجوب الوفاء بالعهود وحرمة الغدر والخيانة، وهذا الذي يجب أن يستفاد، هذا ديننا، الوفاء بالعهود واجب وحرمة الغدر والخيانة، ووجوب الهدي على من أحصر عند إتمام الحج أو العمرة. الهدي يكون واجبا على من أحصر، فإن أحصرتم كما قال تبارك وتعالى فما استيسر من الهدي، وبعد نحر الهدي يتحلل بحلق أو تقصير. ثم بيان حكم المهاجرات من النساء المؤمنات وأنهن لا يرجعن إلى دار الكفر بعد خروجهن منها. نعم، إلى هنا يا إخواني تتم هذه الحلقة المباركة، وإلى حلقة بإذن الله تبارك وتعالى، يعني وهي تدخل في أحداث السنة الخامسة، في أحداث السنة السادسة، وهي كذلك من الأحداث التي حدثت في السنة السادسة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.